شو عم تعمل إياد؟ يعني إذا فتحته وطلعوا بوشنا شو بدنا نقول لهم بالله؟ ليش هو عم بيفتح أصلا؟ شلون بدنا نخلص من هالورطة هاي؟ وهدول المساكين اللي تحت الله أعلم كيف بتكون حالتهم بعد اللي يسمعوا. وبعدين نحنا شو بدنا نقعد نساوي لحالنا كل الليل؟ بتذكر إنه قلتيلي بتتمني تنامي بغرفتك؟ وأنا وعدتك إنه رح خليكي تنامي فيها، وهيك بكون وفيت بوعدي. كمان أنا أجيت معك لنص غرفتك لحتى ما تخافي، ورح أضل معك. بشو عم تفكر؟ ضبضب يا غليظ. بعدين أنا ما بقدر نام جنب حدا غريب لأنه بكوبس. فتون عم تحكي معي وكأني واحد غريب؟ صح أنت مانك هيك، بس شو صفتك يعني؟ ابنة لرنيم خانو ومجد رفيقي كتير وحبيبي كمان. شو بدي أقول لأمي هلأ؟ لك فتون، ممنوع نعيش لحظة رومانسية للآخر. حبيبي إياد روح نام وريحني، أنا في براسي شغلات أهم من الرومانسية تبعك، وهالحكي ما له طعمة. هلأ صار كل شيء أهم مني، مو مشكلة. بس بتعرفي أنا ليش مبرد أعصابي معك؟ لأني متأكد إنك أنت وأهلك راح ترجعوا على هالبيت. طيب شو بدي أقول لأمي يا شاطر؟ إنك بالبيت. إني بالبيت؟ أنا بيت هاد؟ شو غليظ. ما قلتي لي إني ماني غريب؟ أي كل شي لحال. أنا كذبت اليوم على أمي وقلت لها رح نام عند بتول. لك إمتى بده يطلع الضوء لنمشي من هالبيت بقى؟ أصلاً نحن كيف رح نطلع؟ وجعني راسي. يلا تصبح على خير. يا الله الأرض قاسية كتير، حاسس رح ينكسر ظهري. لك مو قلتي لي هالبيت فيه فيران؟ تخيل لي ياكلوا أدنية هلأ. شو بدك؟ لوين بدك توصل؟ عيدي ما عم بسمع بنو، يمكن الفيران قرطولي أدنية وخلص صرت أطرش. خلص لا تبكي، تعال. مرحبا، كيفك يا جارة؟ آسف مو بقصدي، شو أعمل لك يعني؟ شعري شبك؟ إيه أنت شعرك طويل؟ إيه وإذا طويل؟ سلامتك، حوينتهم هالشعرات، شوفي قديشهم ناعمين. معلش تأخذ عليك شوي لو سمحت. أوه هالبنت حجمها صغير بس مفعولة كبير، كنت رح أوقع على الأرض. إياد أنت شو عم تخبص؟ شو قصدك؟ شو مفكرني؟ خلص يلا نامي. خد عليك تعبت. وأنا كأني عامل رياضة عن يوم بحاله كمان. شو آخرتها؟ هيك مستحيل نرتاح، ما رح يكفينا هذا التخت. لقيته للحل، انت لف لهنيك، دور 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 دور، يلا خلي وشك لهنيك.
كأنه هيك وسعنا. هيك من الأول. بكرة رح يكون يوم حلو كتير، بتعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه رح أفيق ولاقيكي جنبي. إيه تصبح على خير؟ تلاقي الخير. ارتحت بالنوم ابدا. اوه تاخرنا بالنوم. اياك نحن قدرنا نرجع البيت ولا شو؟ لا لسه، بس رح نرجعه. استنى دقيقه. اياك نحن نايمين ببيت مو بيتنا، وهلا رح يكشفونا. قوم يلا خلينا نروح بسرعه قبل ما يجيبوا لنا الشرطه. يلا وطي صوتي. لسه الباب مسكر. شكله ما في حدا. رنيم خانم بعثت لي مسج، ولازم الساعة 11 كون عندها. قديش الساعة؟ 11 إلا تلت. يلا نحن لازم نمشي بسرعة. يلا شو عم تعمل؟ عم تخلع الباب؟ على فكرة هذا باب اوضتي إذا بدك. انت رجعي على البيت بالأول وبعدين بصلح لك إياه على حسابي أنا، لازم نطلع بسرعة. يلا تعالي. يلا استعجلي. تركوا البيت؟ نجحنا؟ أنا ما قلت لك إنه رح نرجع البيت؟ ضل عنا هلأ بس إنه نقنع صاحبته. والله زعلت، هالجماعة من ورانا طفشوا من بيتهم. شبك يفوتون؟ قلت لك إنهم بيقدروا يلاقوا بيت غيره، هاد ما بيعني لهم، هذا البيت فيه ذكرياتك. خلص هلأ مو وقت هالحكي، أنت عندك موعد ورح تتأخري. طيب خلينا نمشي.